إخواني أخواتي، السلام عليكم. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد مع قناتكم نسمات جواهر، ودائما المحل ديال كورينا وتحت طلب ديالكم. يعني صورت لكم الفيديو ديال البنات بوحديتو وديال الاولاد بوحديتو، وغادي نبداو بأول حاجة كيف كتشوفوا معايا الهميزات اللي كيجيبوا للبنيات، شي حاجة رائعة رائعة، ملابس أنيقة والأثمنة ديال ولاد الشعب، والموديلات غزالة غزالة. يعني بمناسبة هاد العيد كل شي برا وليداتو بنياتو بموديلات فن. نبداو اول حاجه شوفوا ليا هاد بحال هادو بحال مونطو جاكيطه، يعني راه ما طوالينش بزاف هاد لو روج، وكيجي هكا فيه واحد بحال البريو، عرفتي فنين فنين. كيجيو بهاد لي بوطون هكذا بحال النحاسيين، الثمن ديالو 149 درهم، ولا طاي ما بين 7 سنين 8 سنين. كاين بزاف ديال لي طاي، المهم انا كل طاي كنصورها كنحاول نقول لكم قداش باش تعرفوا الموديل هكذا كيفاش كيجي في اللبسه. كاين هاد الكسيوات هادو صراحه ما بانتش، يعني حاولت ما امكن باش نبينها لكم في لا فيديو، ما بانتش مزيان، ما عطيتش حقها. هذه كدير 249 درهم، الطاي ديالتها 7 سنين 8 سنين تقريبا. شوفوا كتجيب واحد الشبيكه هكا من التحت، عرفتي فنه فنه. كاين هاد لي مونطو هادو حتى هما، شوفوا كيفاش كيجي بالوريدات، هذا ب 189 درهم، وبالنسبه للطاي كتمشي تقريبا 7 سنين 8 سنين، وفيه بزاف ديال لي طاي. انا غادي نحاول نوريه لكم، شوفوا كيفاش كيجي ديال يعني شي حاجه شتويه زوينه للبنيات. شوفوا معايا كاينه هذه حتى هي الجاكيطه بحال ما بين سكاي جلد، عرفتي فنه فنه. لا كولور غزاله غزاله، شوفوا كيفاش كتجي، ومع هذاك البودي لتحت منها ديال القطن، البودي راهكم هانتوما كتشوفوا. شي حاجه فنه، يعني هذه كتمشي هكذا دو بياس، ولا كاليتي روعه يا البنات. دونك تلبسوها لبنياتكم مع دي جوب ولا سريولات ولا اللي بغيتو. شوفوا كيفاش كتجي هكذا من اللور، عرفتي لا كولور راه واعره واعره يا البنات، داك الفضي اللي ولا كاين دابا. وبالنسبه للثمن ديالهم 199 درهم، هادو كيمشيو في لاطاي تقريبا 7 سنين 8 سنين، ومازال فيهم لي طاي اخرين. بالنسبه لهاد الكسيوات شوفوا هادو كيفاش كيجيو بحال ستيل ديال هكذا قشور الحوت. شوفوا واخا تباليكم هكا راه دومي سيزون، لانه مبطنه من الداخل. انا غادي نشارك معكم الدوبلوغ ديالها، شوفوا عرفتي فنه. شوفوا الدوبلوغ ديالها هذا بحال 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 مصوف بحال الفوطه، شي حاجه غزاله يا البنات. يعني كتبان لكم بحال راك صباه الصيفيه، ولكن هي راه شتويه بامتياز. الثمن ديالها 189 درهم، ودائما فلاطاي ما بين 7 سنين 8 سنين. يعني هذا الموديل اللي كنوريكم دابا، شوفوا كيفاش كتجي فنه، وشي حاجه سخونه يعني تلبسوها اليوم مع ليبات، عرفتي راه تجي واعره. بالنسبه لهاد الجاكيطات الناس اللي سولوني عليهم باقي متوفرين، الزرقاء ديالها حتى هي كاينه، راه شاركتها معكم في الفيديو، غير خليكم معايا انا غادي نوريها لكم بلي طاي ديالها بلي موتيف اللي كاينين فيها. يعني هاد الزرقاء فيها جوج ديال لي موتيف من لابوند ديال التحت وديال الكميمات، وعندهم هاد الجاكيطات هادو حتى هما يا شوفوا ليا، هادو فيهم النوار، وفيهم واحد الموديل اخر صورته لكم بالحمر، وكاين واحد اللون اخر مهم مختلفين شويه هكذا في الديزاين، ولكن تيبقاو غاديين في لو ميم ستيل. شوفوا كيفاش كتجي، عرفتي شي حاجه واعره واعره يا البنات. شوفوا كيفاش كتجي اللبسه ديالها غزاله، مع هاد الفريفرات هكذا في الكتيفات. وبالنسبه للثمن ديالها 189 درهم، ودائما لا طاي فيهم تقريبا هادو ما بين 7 سنين 8 سنين. يعني هاد اللي صورت لكم دابا ومازال كاينين فيهم لي طاي هكذا مختلفين، غادي نوريه لكم ان شاء الله يخليكم معايا. كاين فيهم هاد اللوين هذا بحال هاد لو باج تقريبا ميم ستيل، هادو غير في الصدر ديالهم زيد عليهم هذاك بحال بحال فورير. دائما الثمن كيف قلنا 189 درهم، كتجي الكميه كيجي بهاد الصديفه بحال هكا. وشوفوا ليا لي بوش كيجيو بهاد السنيسلات، فيهم واحد بحال الوريضه، هذه لا طاي ديال 10 سنين، زوينه زوينه في اللبسه ديالها. شوفوا الدوبلوغ ديالها من الداخل كيفاش كتجي، عرفتي مفينيه مزيان، راها غزاله والله الا واعره في لا كاليتي. كاين هذا الموديل هذا حتى هو، شوفوا ليا كيجي بلا سانتور، شوفوا اللوين هذا تويب راه بحال الكشمير، يعني شي حاجه هكا سخيخنه دومي سيزون، و الا لبستوهم خلاص تحت منها شي بودي يعني راه غيسخنوا تبارك الله مزيان. الثمن ديالها 129 درهم، شوفوا كتجيب هاد الصديفات في الكميم بحال هكذا كارويات فنه. لبسات متعدده كيف قلت لكم، هذا الفيديو خاص 100% بالبنات، وكاين فيديو اخر غنشاركو معكم في القناه خاص 100% بالاولاد، يعني تحت الطلب ديالكم فرقت لكم لي فيديو. الثمن ديال هذه اللبسه 199 درهم. اللي كيبغي هكذا جاكيطات ديال الجين، شوفوا ليا هذه اللبسه هذه، يعني هنا غير داروا لكم المغياج مع هذا لو سويت، كل حاجه راه كتمشي بوحديتها.
عجبكم الميلونج كتاخدوهم، ما عجبكمش يعني الواحد تيبقى على راحته على الذوق ديالو. شوفوا الجاكيطه كيفاش كتجي غزاله غزاله، شوفوا التريزات اللي فيها 49 درهم بالنسبه لهذاك لو سويت، وهانتوما غادي تشوفوه. وبالنسبه للجاكيطه كدير 129 درهم، هذه لا طاي ديال 5 سنين 6 سنين تقريبا. شوفوا كيفاش كتجي، وشوفوا من اللور هانتوما لي موتيف اللي فيها، شي حاجه غزاله والله الا فنه في المباشر. ولا كاليتي ديال هاد الجاكيطه راه واعره صدقوني. دائما بقاو في الجاكيطات هكذا ديال الجين. شوفوا لي هاد الموديل هذا كيجيب هاد الوريدات، والثمن 129 درهم بالنسبه لاطاي تقريبا 5 سنين 6 سنين 7 سنين. شوفوا لي كيفاش كيجيو، الكميه مفنيون ومن التحت كتجي واحد بحال هكذا دونتيل. شوفوا لي فنه فنه، ندورها لكم تشوفوها من اللور هانتوما، شي حاجه مستيلية عرفتي، واعره هاد الجاكيطه معاش ما لبستوها لبنياتكم راه تجي غزاله. كاين هكذا الناس اللي تيبغيو هكذا الكسيوات، كاين هذا الموديل هذا شوفوا لي دو بياس كسيوه كتجي هكذا بلي مونش، فنه فنه كتجي بحال فيها بحال البريون حتى هيايا. هانتوما الدوبلور ديالها راه مفينيه على حقها وطريقها، غزاله غزاله حتى هيايا. والفوقاني ديالها لو شوف كيفاش كتجي غزاله، وكتمشي بصويك صويك هكذا فيه بحال سنيسلا. شوفوا يعني البيسه رائعه، نقدروا نقولوا 3 بياس يعني كتمشي بلو والكسيوه والصبيك ديالها. عندهم بزاف ديال السريولات، كاين ديال القطيفه، كاين المهم السراول اشكال وانواع. نتمنى ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم، يعني نخليكم مع الكماله، ونتمنى هذا الاختيار يكون موفق. بلا عندكم شي طلب ولا شي حاجه بغيتو نصورها لكم خليو لي في التعليق ديالكم. بالنسبه للنعت ديال المحل رانا مصوره لكم بوحديتو في واحد لا فيديو، يعني باين في عين السبع، لانه هاد الكورين اللي كنصور لكم فيها بوحديتها اللي تيكونوا فيها التخفيضات الخياليه. وهذا ما كان، نتمنى لكم فرجه ممتعه، دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم.